ففي هذا الوقت يد وحده ما كتصفقش، تعاوني خاص التعاون ولا لا اختي، الا بغيتو تزيدو القدام، اما الا بغيتي تبقى في بلاصتك راك بقيتي تما كاين، بقى تماك ها داكشي قول ليه سربو ولا لا، داكشي مع الوقت وسربي صاحبي هذاكشي ديال الله، داكشي بالمكاتب، ولكن انت شويه يعني راك عارفه الوقت غلات الوقت ضروري، فشوف هذا ضروري ضروري يعني دير الوليدات باقي ما لقيتيش هذاك، لا كاين 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 يا ربي كمل عليك يا ربي، قول لي سربي خلاص خدموا نجمعوا شويه ونصيفطوا الوالده الحج الحج ونعوضوها على اي حاجه، ديري شي وما مثلا شي تحلمي في الدنيا، هو نخدم خدمي حقق الاهداف ديالي وليدات ضروري فهمتي، ولكن الوالدين هما اولى حاجه، ما تفكريش ديري الوليدات اه فهمتي، ونتمنى لك الخير ان شاء الله، شي كلمه الاخيره للناس، ايوا شكرا وشكرا على الاستضافه، ايوا صراحه لا عمره زعما واش بتقول هذوك اللي تيبقاو يلعبوا الكارطه في الانترنيت تيك توك ما تشوفيهمش، راه كيبقاو ضاحكين عليهم راه ما كيعطيهم لا سلس لا راس والو، نفس الهضره كتبقى تدور عليهم كاملين، فلا فهمتي من غير الاعداء فهمتي، راه كيكونوا غير حبابك راهم حبابك فهمتي، وراه كيحفروا لك حبابك، فهمتي العزيزه بغيتي تطلعي يعني بغيتي تقولي للناس بانكم حضيو راسكم للشعوذه اه فهمتي، ما يبقاوش يثقوا في اي واحد فهمتي، راه مذكور مذكور في القران اه، وانت يا اختي العزيزه بغيتي تطلعي انت يا اختي بنت الدرب سلطان تبارك الله عليك، شو السمية ديالك؟ إحسان إحسان، واخا حنا في المباشر، مشاهدي الموقع معكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء مع الشابة الجميلة إحسان بنت درب سلطان، اليوم جات تعطي القاسح ودخل طول وعرض في المشعوذين، السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم بغيت تهضري على المشعوذ، شنو قال لك؟ الصراحه راه كيخرجوا على الناس، راه كيكون بنادم غادي باخر في خدمته حتى كتمشي شي وحده كتسحل ليه راه كتخرج عليه راه كيولي ما عارف راه منساسو من راسو ياك، يعني كيولي غتالف كتلقى البنيه راه كتكون زوينه شب شعرها وهذه فهمتي راه كتموت صاحبتها ولا شي حاجه راه كتحسدها فهمتي ولا كتشوفها خدمات تيقي تاكل مع شي واحد، صراحه في هذا الوقت ما بقيتيش تقدر تثيق ما بقيتيش فهمتي، راه واخا صاحبك راك كتقول صاحبي راك تجلس انت وياه على طابله وحده هو راه هو راه كينوافق في حاجه اخرى خايب بحالك وكيف فهمتي، ما بقيتش دابا فهمتي بخصوص هادشي ديال الشعواده هادشي راه كاين فهمتي، راه ماشي نقولوا راه ما كاينش وهادي هو راه كاين فهمتي، وراه مذكور في القران اه، وانت يا اختي العزيزه بغيتي تطلعي انت يا اختي العزيزه بغيتي تطلعي يعني بغيتي تقولي للناس بانكم حضيو راسكم للشعواده اه فهمتي، ما يبقاوش يثقوا في اي واحد فهمتي، راه ماشي اي واحد راه يقول لك راني صاحبك راه صاحبك اه، يعني ماشي اللي يجي يقول لك راني صاحبك اه فهمتي، وماشي اللي عطاك شي حاجه تاكلها من عنده فهمتي، حيت بنادم راه كيبغي يضرك فهمتي، واش تأذت شي صاحبتك؟ الصراحه حنايا نيت ياك الله اكبر، كيفاش شنو وقع لكم انتما نيت؟ فهمتي راه كتكون راك راه بنادم راه عائلتك فهمتي، راه عائلتك راه كيشوفوك غير زدتي شويه ولا قاري احسن من هذاك اللي ما قاريش ولا شي حاجه راه كيشوفك في التيب شويه صفر كيبغي يضرك تيديروا السحور يعني تقولي باللي العائله هي تتسبب حتى العائلات حتى ما بقيتيش حتى ما تثق فيهم في هذا الوقت خايب بحالك اختي فهمتي، راه ما بقى الخوخو فهمتي، ما بقات الخشخات فهمتي، ما بقيتش راك تثق في حتى شي حد، يعني انت بغيتي تطلعي بهذه الجرأه قلتي لي يونس بغيت نوعي الناس نقول لهم الاعداء ديالكم ما تاكلوش من عندهم فلا فهمتي من غير الاعداء فهمتي، راه كيكونوا غير حبابك راهم حبابك فهمتي، وراه كيحفروا لك حبابك فهمتي باش تطيح فهمتي باش ديما انت تبقى تبان بلي راك لتحت وعلاش هادشي فهمتي تحت منهم هما علاش هادشي احسن ما تنتيروش علاش فهمتي راك راه كيبغيوك فهمتي تبقى ديما محتاج ليهم ما عمرك فهمتي راه ما تهز براسك اه كاينه البنت تتكون زوينه ولكن في نفس الوقت يحزوا على داك الزين اللي فيها اه فهمتي راه ما كيبغيوك لا تخدم لا حتى شي حاجه فهمتي انت عندك شي محسدين راه كاينين راه معطاهم الله علاش يحسدوك مثلا فهمتي راه من عائلات من كلشي ما كيبغيوكش علاش زعما تيحسدوك علاش ما كيبغيوكش تحقق فهمتي كاع دوك الاهداف ديالك فهمتي راه كيبغيك ديما تبقى متوكل عليهم ياك ديما راه تقول لهم راه خاصني فهمتي يعطوني فهمتي باش يبقاو هما ديما اللي فوق منك يعني ما تيبغيوكش توصل اه ديما هما اللي فوق منك فهمتي هما يعطيوك وبالاخص هذاك الانسان اللي تيكون زويون آه. يعني بحال دابا انت حاضيه راسك ضروري على راسك اه فهمتي ما تاكلش من عند شي حد لما راه واخا تعرفوا ما تعرفوش فهمتي ما تاخذ خذها من عنده وخبيها وخبيها اه حتى تفوتوا فهمتي ولوحه ولا شوف شنو دير
مهم ما تاكلش شي حاجه عطالك شي يعني حنا نوعيو الناس نقولوا لهم اطونسيون ما تاكلوش يردوا البال ما امكن راه ما يقولش هذه عائلتي ولا شي حاجه فهمتي عائلتك صحابك خدامين معاك كلشي ما عمر شي صاحبتك تاذات مثلا وبقات فيك وتتوجه حداك ناري وكلوني صراحه لا عمرها زعما واش بتقول هذوك اللي تيبقاو يلعبوا الكارطه في الانترنيت في التيك توك ما تشوفيهمش راه كيبقاو ضاحكين عليهم راه ما كيعطيهم لا صلص لا راس والو نفس الهضره كتقدر عليهم كاملين Yeah. نفس الهضره اللي يقول هذه يقول هذه راه كيبدل ما بين كلمه وكلمه فهمتوا بنادم مدخل راسه لداك الشيء كيبقى يقول بنادم تيتيق بصح هادشي كاين تيك توك تيبقى يضربوا الكارطه كنت قلت لك عطيني سميه امك وسميه باك علاش هادشي وهادي كاين اللي تتيق كاين اللي كتشيق فهمتي حيت كتكون هي اصلا في بالها باغا تسمع هذيك الهضره فاش كتسمعها صافي كتشيق تتيق وكاين اللي تيقول لها انت سميتك فلانه وفلانه وتيجيبها لها هي هذيك هذيك كتسمى بحال قلتي تنسميو السماوي أيه. ما عمرك تعرفتي السماوي؟ لا يعني شي واحد ولكن سامعة به سامعة به مثلا تيجي عندك شي واحد تيقول لك انت كيبقى يقول واحد الهضره وكيبقى يقرا عليك عاوتاني راه كيقول واحد الهضره حتى كيدير لك كلشي فهمتي وانت كتبقى عاقل على ديك الكلمه حتى كتوصل لديك البلاصه وكتفيق عاد كتفكر باللي انه راه مشى لك كلشي وهي هذيك هذيك وقعت لي لا عمرها الصراحه ما وقعت لي ولكن الصراحه شي ناس راه كنعرفهم فهمتي راه طرات لهم هذيك ديال السماوي انت ما نخافش عليك انت بنضرب سلطان فهمتي راه خصك تكون راد بالك ما امكن ضرب سلطان وتبارك الله بنا ضرب سلطان راه فهمتي راه مقادين فهمتي راه حاضر ريوسهم وهادي راه ما كيخليو زعما شي حد زعما يعني انت حاضر راسك ضروري واخا الانوثة تبارك الله والجمال تبارك الله فهمتي ولكن يعني ضروري ما خصكش حدا راه فيك نص مرا ونص راجل فهمتي شوفوا الانوثة راه غادية بحال ياك ضروري يعني فهمتي وبالخصوص راه فاش ما كيكون معكم لا اب لا حتى شي حد فهمتي في الدار ميت ملي كانت عندي يا ربي ترحمو مسكين يا ربي يا رب فهمتي مكبراني غا ماما الله يخلي لك ماما امين يا ماماك هي الضو ديال عيني ما تقول عطاني هي ضربني الحيط ياك وخوتك عندك لا عندي عندها غا انا يا ربي تحفظ ليها ماماها يا ربي انت بنت ظريفه ويا ربي يوصلك لهذاك الشيء اللي بغيتي يا ربي امين ياك يا ربي واخا الحلم ديالك اللي باقي عندك في الدنيا شنو هو مثلا شنو تحلمي في الدنيا هو نخدم خدمي حقق الاهداف ديالي خدموا نجمعوا شويه ونصيفطوا الوالده للحج الحج نعوضوا على اي حاجه ديري شي وليدات ضروري فهمتي ولكن الوالدين هما اولى حاجه ما تفكريش ديري الوليدات ضروري ياك ضروري يعني ديري الوليدات باقي ما لقيتيش هذاك لا كاين 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 يا ربي كمل عليك يا ربي قولي سربي خلاص هذاك الشيء قول لي سربي ولا لا؟ هذاك الشيء مع الوقت وسربي صاحبي هذاك الشيء ديال الله داك الشيء بالمكاتب ولكن انت شويه يعني راك عارفه الوقت غلات الوقت ضروري فشوف هذا في هذا الوقت يد وحده ما كتصفقش تعاوني خاص التعاون ولا لا اختي الا بغيتو تزيدوا القدام اما الا بغيتي تبقى في بلاصتك راك بقيتي تما كاينه تبقى تماك فهمت ونتمنى لك الخير ان شاء الله شي كلمه الاخيره للناس ايوا شكرا وشكرا على الاستضافه ايوا